أولا كنشكرك لأنك متبع العمل ديالي وعارف أنه الإنسان هو المهم عندي، وأنا من الأحلام ديالي وندير واحد الكتيب سميتو العودة إلى الإنسان، لأنه إلا افتقدنا الإنسان افتقدنا كل شيء، مهما درنا قوانين فاحنا غادي نضيعوا. بالنسبة لي الإنسان مهم، وكاينين دي فالور مزيان نديروا أفلام من أجل البهرجة ولا نضحكوا ولا ننشطوا، ولكن بالنسبة لي لي فالور بداو الآن كنفتقدهم حتى في الوسط العائلي. علاش؟ لأنه دخلت الإنترنت وتبعدنا، الأب ما كيتواصلش مع وليداته، الوليدات يا إما كيقراو يا إما راه في بيته، وما كاينش هاد لا ترانسميسيون اللي كانت ما بين الاجيال اللي كانت عندنا الوقيتات كنشوفوهم كيفاش كنستقبلوا الضياف، كيفاش كان الادب ديال الاكل. اليوم كاين الناس اللي كياكلوا كل واحد في طبصيلو حقه، كل واحد ياكل حقه ولا ماشي مهم خلي ليه. حنا في هذاك الوقت لا بدا تحتاروا الماكله ونكونوا مجموعين كل شيء صبر وباكو اللي فرق اللحم، وفيها القناعه، فيها انك كتعطي لخوك الطرف اللي ما بغاش هو. فهادو دي فالور اللي كيخلقوا الحنان والعاطفه. كبرنا مع بعضياتنا كنعسوا في بونجا يمكن خمسة الخوت مستفين، فواحد على نفسه على مع الاخر. هادو دي شوز اللي خلاو علاش الاخرين كيتفاجئوا كيفاش المغاربه عايشين مع بعضياتهم، كيفاش كيحبوا الاخر، لانه كيدق وكيجي الضيف ياكل يمكن المسكين يقول على تحيد له التفصيل وتعطيه. هادشي عندنا في الحويجه ديالنا، ونخاف الاجيال اللي جايه مع الاسف تنسى هادشي وتبدا تشبه لاوروبا وتولي ما كتشبه حتى حاجه. اللي ما كيغامرش ما كيوصلش، اللي ما كيضحيش ما كيفوجش حتى بشي حاجه. وانا ما كنشوفش الان، لانه يمكن الا فكرتي في الان غتقول ماشي ربح، علاش كندير هاد التماره؟ ست شهور ديال الخدمه طف طف خرج الفيلم ديالك، يمكننا نديرو افلام ساندويتش ويلاقيو اقبال. ولكن انا كنعامل بانه خصنا نخليو الاثار ديالنا. شوف الفراعنه، شوف الاجيال اللي فاتوا سخروا في الصخر، ارسموا خلاو لنا شي حاجه اللي غتوصلنا، لان هذيك الطريقه الوسيله باش وصلوا لنا الحضاره ديالهم. حنا راه خصنا اي صوره كنصوروها اليوم تعود ولا تصبح وثيقه من بعد. لذلك مهم عندي اني ندير افلام اللي ستعتبر من بعد وثيقه يمكننا نحترموها. حتى انا سي مصطفى من حمزانة ملي كنبغي نرتاح كنشد الطياره ربما ونمشي نجلس معاه يومين ثلاث ايام، كيعجبني كنرتاح وكنشوف المصداقيه وكنعرف كنشوف الناس كيفاش كيديروا الخير، خاصه في المنطقه ديال المغرب الشرقي في وجده كنتفاجئ الناس العطاء اللي عندهم. وهذا الراجل عنده مصداقيه كبيره، وانا كنهضر معاه وكنهضر على شنو غنصور، قال لي علاش ما تصوروش علاش ما كتجيوش لوجده؟ وجده حتى هي مدينه وفيها شباب وفيها الناس كيبغيو يديروا الفن وهذا. قلت له راه الامكانيات الماديه باش نجيب الطاقم من كازا والرباط لهنا صعب، قال لي احنا نساعدوك. لذلك اقترح المساعده، والوالي ديال وجده السي معاد وعاوننا في اننا خلقوا لنا الجو اللي يمكننا نصوروه، ولقينا الاريحيه. والله الا حسن ما كنلقاوها في الدار البيضاء اللي يمكن لوقفتها في جرده يقول لك 1000 درهم. فريمون قدرنا نديروا الافلام الفيلم كي بغينا، وكنشكر السي مصطفى على هذا التفتح اللي عنده، وهذا كيهرس هذيك الصوره النمطيه اللي كناخذوها على رجال الدين مع الاسف. ماشي كاين اصبحت واحد الفوضى، كل واحد كيلغي بالغا. شوف راه الا ما تسنوش قوانين راه نمشيو غير المسار اللي سابقيننا. راه كاين نقابه القانون، راه كاينه واحد لاكارت اللي خصها تعطى للانسان تكون عنده اهليه باش يمكن له. ولا قلنا لا راه خص اي واحد خصو يخدم، كي قلت لقى الطبيب ويقول هذا كيبغي الطبيب وكيعرف عليه وكيقرا عليه راه يمشي، والله ما عنده الشهاده والله ما كيعرف ليه لا داروا. طبعا الحال كاينين دي زيكسيبسيون ديال الناس كيكونوا عندهم مواهب، اطفال، نساء كبار، رجال كبار اللي ما هماش ممثلين، ولكن واحد المخرج كيشوف انهم يصلحوا. ولكن ناخذوها ذريعه ونخليو ممثلين كبار عطاو 30 40 عام، ونقلبوا حنا على الناس اللي غير باغيين يوصلوا يستغلوا هذه الفرصه، فهي غتحطم حتى الصوره ديالنا. لا بروف اغلبيه هاد الافلام ربما ما كتسوقش على برا، ما كتمشيش حتى للمهرجانات. واش حنا نبداو نديروا الافلام غير لينا، نبداو نشوفوهم بحال اللي كنشوفو في يوتيوب؟ لا اعتقد انه هو الهدف ديال السينما. لذلك مع احترامي الناس كاملين، حتى لا اختارينا ناس مؤثرين وكيبغيو هاد الميدان، نديريجيوهم نسيروهم ونخرجوا اجمل ما فيهم، ماشي يكونوا جو طابل نخدم ما حدو طالع نخدم به ولا بها هذيك ست شهور ومن بعد نتناساو. اي لا بروف كاينين بزاف الازمات النفسانيه عند هاد الناس اللي داروا هاد التجارب ومن بعد نساهم. كاينين اللي مشى يحاول يدير عمليه ولا كذب ولا يدير بزاف الحوايج من اجل انه يبان.
بالنسبة لشنو هو الأهم في هذا الفيلم اللي اشتغلت عليه ولا حاولت توصلوا للجمهور؟ اللي حاولت نوصلوا للجمهور من خلال هذا الفيلم هو العلاقات الإنسانية ما بين مسلم وما بين إنسان اللي ماشي اللي بعيد على الدين ديال الإسلام، اللي هو الصداقة، العلاقة الصداقة بين هاد الناس، الجانب الإنساني، الجانب ديال التسامح، أننا خصنا نسامحوا مع بعضياتنا وإن غلطنا مع بعضياتنا، والجانب الثالث هو أن الإنسان يحاول ما يمكن يخلي أثر طيب قبل ما يمشي من هاد الدنيا بحال اللي خلاوه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وكل واحد يحسبها كيف ما بغى. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.